لهم ايه عن نفسك؟ هتقول لهم شعر برضو؟ لا اروح ارقص لهم، اكيد مش هقول لهم شعر، بس انا عندي امل في بكره. اللي هو ازاي يعني يا فالح؟ انك تاخد جايزه نوبل في الشعر؟ لا نوبل في الزيت. انت غلط حطاميني. انت بتعمل ايه عندك؟ وايه كوم الزباله اللي حواليك دي؟ دي بتنجان يا باشا، اتفضل بسم الله. ارموه بره الجامعه وشوفوا لي مين اللي دخله هنا، ولفوا لي الاكل ده، حرام الاكل ده يترمي. ورا الرياح. بالعكس انا مستريح جدا. بس انا في حاجه واحده بس هي اللي تعباني. جمالك. نعم. بقول لك ايه، ما تيجي نحط فوطه على العداد ونطلع مع بعض سوا، عندي مطرح محندق هيعجبك قوي. يا سلام يا بيه، اما انت عليك فراسه. عرفت ازاي اني معجبه بيه؟ يعني حسيت. لعلمك انا التاكسي ده عامله مخصوص عشان المسخره والهلس، مش عشان الشقه يعني واكل العيش. انت تقعدي معززه مكرمه والهلس والمسخره يجوا لحد عندك. انت بقول لك ايه يا بيه، انا عندي مطرح قريب من هنا، ما اقولكش بقى الهوا فيه بيطس طراوه شويتين، يضايقك؟ لا ابدا، انا احب الطراوه، احنا محتاجين الطراوه عشان ال طيب على البركه بقى. الله يسعى عليا غير تطفير الشعر، ما فضلش غير حمي كمانك عادي. اوعى يا شفاف، بالذات ما دي كره تقلش، دي كره تقلش. بس انت سامحتها من الصبح عماله تقول لك في الحمار مفيش فايده. سيبيني في حالي يا اما، الله لا يسيئك. نبدا الحكايه كده شكلها عاطفي يعني. انت بتحب يا واد من ورايا؟ بحب انك تسيبيني في حالي. ايه ده؟ انت من دلوقتي هتخسرني عشانها؟ امال لما تتجوزها هتعمل ايه؟ هتحطني في الوفاء والامل؟ ياما كتير قوي اللي بتعمليه ده، كتير قوي. انا سيبك استنى ماشي. صارت ايه اللي يا سيبالي عن امك؟ يعني هتكتبها لي باسمي؟ ده بيقولوا في مسلسل على القناه الثانيه. يلا يا رخم. الله يعين، عيشنا وشوفنا. جه الزمن اللي مصر تبقى فرحانه انها تعدت مع توجو والجابون. بس كوني منتخب ده، نعمل فرقه صاقه على حق ربنا. اجيب الواد طلحه راغب ومعاه عمرو عبده وعمرو الداني، واحط عليهم احمد عيد عبد الملك. ويا سلام بقى، يا سلام بقى لو الواد محمود عبد الحكيم بتاع البيت روجيه في الدرجه الثانيه بيلعب تحت الاثنين راس حربه، تسرو منه للجون على طول. ويا عيني يا عيني على هاني الحسن الهفره بتاع الترسان، ساحر 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 ساحر. والعب براس حربه واحد حماده شنح، والهجمه المرتده وجول، وخلص الماتش 4-1. وعايزين سمير كمونه يا خالتي. اشمعنى؟ الاكل محتاجه. بتاكل زي اكل الحمار في النجيله، لا الحمار بيشبع ولا النجيله بتخلص. طب وحياه ابوكي شويه نجيله بالثوم. اوعى ايامك. ايدك انا عارفه انك ما بتحبش الجمله دي، بس دي جميله قوي يا سيد. بجد عجبتك قوي؟ مين دي اللي جميله يا سيد؟ بس دي الحب الجديده لسه كاتبها يا عم. كلام يا ولد، اوعى تكون فاكر ان انا كيس جوافه. احترمني امال. ما تقلقش يا عم، بس دي مش غزاله، غزاله دي زي اختي، دي البنت زميلتي في الجامعه اسمها جيهان. ومين جيهان دي يا لئيم؟ داليا تبقى تحكي لها. داليا ونما ما تنسيش، في ايديها. ماشي يا سيدي حاضر، مش هتقعد تفطر معانا قبل ما تمشي؟ لا الف هنفطروا انتوا بقى، لازم امشي لحسن عمي حاططني في دماغه. سلام. سلام. بجيب بوسه يا بوسه. يلا يلا. بوسه واحده منهم. يلا يا سيد. يا دت يا دت.
بصي يا جيهان، انا جايبالك معايا جواب من السيد. انا مفيش بيني وبين حد جوابات. وبعدين هو ازاي يبعت معاكي حاجه زي دي؟ ايه في ايه بتكلميني كان انا غريبه ولا ايه؟ وانا ما اعرفش اللي بينك وبين سيد. ايه بقى اللي بيني وبينه؟ ان شاء الله سيد بحبك وانا كمان بحبه، بس زي اخويا يعني. اه بس هو ما يعرفش كده خالص، انت لازم تقوليله. اقول له ايه بس؟ واحد بيقول لي طول الوقت كلام حلو ويسمعني في اشعار، وبيرن لي 55 رنه في اليوم، ما بيهونش عليا اكسفه. وبعدين هو لما يكون عايزني يقول لي الكلام ده بشكل رسمي. مش لازم تكوني بتحبيه الاول؟ حب ايه بس يا بنتي، ما تخليكي واقعيه. انت بكره تبقي مذيعه ولا صحفيه كبيره. الحب والكلام الحلو ده نحب نسمعه بس، لكن احنا عايزين اللي ينفذ، اللي يجيب شقه ويقدر يفتح بيت. وعايز اقول لك على حاجه، لما يكون عايز يقول لي حاجه يبقى يقولها لي هو. اوكي يلا باي. بعرف ازغرط كنت زغرط. طب ما تقولي ليه كنت زغرطت مكانك؟ عشان في واحده حبيبتي اول مره اشوفها واقفه قدام المرايه تتزوق. انا؟ لا انت فهمتني غلط خالص. انا بس يعني كنت بجرب كده شكل في دماغي، عشان قريب هتقدم لامتحان مذيعات في القناه الفضائيه الجديده اللي بيشتغل فيها الدكتور عندنا في الكليه. طيب يا بنتي ربنا ينولك منك. بابا عايز اسالك سؤال. قولي. هو ليه الرجاله يعني بس تهتم بالشكل اكتر من اي حاجه تانية؟ دول الرجاله التافهين بس يا بنتي. يا سلام، يعني انت لما حبيت ماما ما اهتمتش بشكلها خالص؟ لا اهتميت طبعا، ما انا كنت تافه زيهم. معقول الكلام ده؟ لغايه دلوقتي مش عارفين تخلصوا التعليق بتاعه العماره؟ ده تهريج. اصل السطوح في شقه صغيره متاجره ايام مرحوم والدك، وسكانها رافضين ياخدوا الشقه ابدا. ليه؟ معاهم ورقه تمليك مثلا؟ لا في عقد ايجار، بس يعني ممكن يتصرف فيه وبيقبض دماغهم في المحاكم. اما ممكن تخلصوها؟ ما خلصوهاش ليه؟ مستنيين ايه؟ طيب اسمعني. هاي ديد. ايوه تعالي سيد، عايزك. استني انت سيد، بقول لك ايه، ممكن تكتب لي كلمتين حلوين اقولهم قدام وزير الصناعه في افتتاح المصنع الجديد؟ اللي فيها كام بقى في الصناعه النبي؟ يا كان بالصلاة على النبي؟ ايه عامل محارة؟ ايه الالفاظ؟ حسن الفاظك، ده انا هديلك 150 جنيه. ايه؟ 150 جنيه؟ دول ما يجيبوش عيش كايزر يا باشا. لا ما يزار. 150 جنيه استرليني ده، استرليني استرليني ده، بليز بليز بليز. الله يخليك. انتوا فاهمين نفسكوا ايه؟ بس مالكش دعوه بالموضوع ده يا استاذ سيد، احنا محترمينك عشان خاطر عمك. عمي ده هو اللي بعتكم وعايز بسلامته. الموضوع بسيط، هم واخدين السطح ده جدعانه من جدك الله يرحمه، يعني مش قانوني، والعماره هتطلع 5 ادوار، ولما تخلص نبقى نديهم شقه فوق السطوح. عايزين نبات انا وبنتي في الشارع يا ولاد الكلب. مش هتمشي يا عم يوسف، روح قول لعمي ولا اقول لك انا اللي هقول. احنا سلمناك الانذار يا عم يوسف، ويا ريت تدبر نفسك احسن. يلا بينا يا بيومي. يلا يا باشا. كمان اسمك بيومي؟ خلاص بقى يا عم يوسف، فكها بقى يا عم، هتجيب بوسه كمان واحده. ان فكركم الجديد، ان فكركم الجديد الذي تديرون به الصناعه المصريه لهو امر نفتخر به نحن العمال الذين لم ولن نتردد في أن نكون وقوداً يدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.